القطب الحضري بومونغوش بتسمسيلت مشروع سكني هام بطاقة استيعاب 47 ألف وحدة سكنية يندرج في إطار البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية وهو متراهن عليه السلطات الولائية من أجل امتصاص أزمة السكن وضمان العيش الكريم للمواطن. يعتبر القطب الحضري الجديد شهيد سويداني بوجمعة بومنغوس سابقا بمثابة مكسب للولاية، لا سيما فيما يخص توفر الأوعية العقارية لإنجاز البرامج السكنية بمختلف السياق، حيث يتربع على مساحة تقدر 1700 هكتار بطاقة استيعاب 47 ألف وحدة سكنية. كمرحلة أولى تم تخصيص 37 هكتار من أجل إنجاز 2000 وحدة سكنية بصيغة العموم الإيجاري في إطار برنامج التكميلي للسيد رئيس الجمهورية، حيث تقدر نسبة الأشغال بها 60%. زيارة وزير السكن والعمران والمدينة لهذا المشروع السكني تم من خلاله إصداء تعليمات من أجل تقليص مدة الإنجاز والإسراع في إنجاز المرافق العمومية وتسليم السكنات لأصحابها ومستحقيها في آجالها المحددة. وخلال زيارة السيد وزير السكن والعمران والمدينة للولاية في شهر سبتمبر 2023 تم الشروع في إنجاز بمدة 20 شهر، حيث تم تقليص مدة الإنجاز ل 15 شهر بنظام 3-4-8. كما أن أشغال التهيئة الخارجية تقدر نسبة 30%. كمرحلة أولى سيتم الشروع في إنجاز مرافق عمومية، وتبقى مثل هكذا مشاريع تنموية تدخل في إطار التحسين الحضاري للسكان والقضاء على أزمة السكن والتي لطالما كانت تشكل هاجسا حقيقيا لدى المواطن.